ملي صورت هذيك الحاله ديك الدري اللي في عمر ديالها 9 سنين اللي مريضه بالسرطان، قالوا لي انت باغي دير الباز على ظهرك. انا كنعترف انا باغي ندير الباز على ظهرك. ياك الحمد لله وصلت الصوت ديال الراي العام والحمد لله. شوف احسن صوره صبحتي لها مع الصباح وسيدنا الله يطول في عمرك، الله يخليك لنا سيدنا، الله يطول لنا في عمرك. بزاف ديال الناس متابعيني، كون خديت واحد الشهره اللي هي كبيره بزاف، اي حاجه طرات لي خصني نتشاركها مع الناس. اليوتيوبر نزار الصبيطي يعود لإثارة الجدل من جديد. عاد اليوتيوبر الشهير نزار الصبيطي لإثارة الجدل من جديد عبر خروجه في ستوري صادم عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وقال نزار الصبيطي مهاجما منتقديه بعد نشره لفيديو يعلن فيه طلب المساعدة لفتاة مصابة بالسرطان. انا باغي ندير البوز على ظهر ديك البنت. وزاد الصبيطي زوج كارديشان المغرب مهاجما متابعيه، الناس اللي كيقولوا بلي راه درت هادشي على قبل البوز، درت على قبل البوز، ولكن راه صوت البنت فعلا وصل. ملي صورت هذيك الحاله ديك الدري اللي في عمر ديالها 9 سنين اللي مريضه بالسرطان، قالوا لي انت باغي دير الباز على ظهرك. انا كنعترف انا باغي ندير الباز على ظهرك. ياك الحمد لله وصلت الصوت ديال الراي العام والحمد لله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.